العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، الوفاء خصلة عظيمة تدل على الإيمان، فالعهد من الإيمان والوفاء من الإيمان، وإن الله جل في علاه قد مدح أبا الأنبياء بهذه الخصلة والخلة العظيمة، أنه قال بأنه قال في كتابه جل في علاه: وإبراهيم الذي وفى وأوفى لربه جل في علاه. والوفاء عند نبينا صلى الله عليه وسلم قد ظهر وسمى جلى للناس، فإن الوفاء من حسن الإيمان ومن حسن الإسلام، والوفاء للعلماء بعد الوفاء لله جل وعلا بأوامره وإنزال عن زواجره، والوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته ونشر ذلك بين الناس وتعبد الله جل وعلا بها، ثم الوفاء لوكيل النبي صلى الله عليه وسلم، الوفاء للعلماء، هذه الخصلة التي ماتت أو كادت تموت. فالوفاء أعظم ما يمكن أن يتعبد به المرء لله جل في علاه، وفاء عظيم لعلمائنا الذين قد باعوا أنفسهم حقا وصدقا لله جل في علاه لنصرة هذا الدين، لرفع راية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. مر شعبة، وتعرفون شعبة، وما شعبة؟ شعبة جبل الحفظ والعلم. مر برجل فحفظ عنه حديثا، قال: فما مررت بالسوق قط إلا وأوقفت هذا الرجل، فقلت: حدثني بالحديث. قال: أما حدثتك يا شعبة؟ قال: حدثني وزد، يعني حدثني وردد علي هذا الحديث. يفعل ذلك وفاء، لأنه يعلم بأن من علمه حرفا صار له سيدا. فإن الإمام الشافعي يقول: الحر علامة الحر، الحر من حفظ غدادة لحظة وتعليمة لفظة، هذا هو الحر. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا، هذا هو الحر. الشافعي جلس في مجلس التحديث فدخل أعرابي، تعرفون أن الناس كانوا يعرفون قدر الأعرابي، فدخل الأعرابي فاستوى الإمام الشافعي جالسا حتى راجعه بعض طلبة العلم، فقال: ما تعلم هذا؟ هذا علمني حرفا، وإن كنا نقول بأن هذا الحرف كان عند الإمام الشافعي، لكنه يبين لنا الأدب الجم والوفاء الحسن. قال: إنه قال لي الشغار بأن يشغر الكلب، شغر الكلب برفع رجليه في نكاح الشغار، فاستوى واستقام الإمام الشافعي أدبا وعرفانا بالجميل للأعرابي، فقال: الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. وكثير من علمائنا كانوا يفعلون ذلك مع مشايخهم وفاء. كان الإمام أحمد يقول: ما تركت سجدة إلا ودعوت فيها لفلان وفلان وللشافعي، ما تركت سجدة إلا دعوت للشافعي. الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. وأيضا يحيى بن سعيد القطان، وهذا هو شيخ أحمد، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي في طبقة شيوخ أحمد. يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن مهدي هو الذي أرسل إلى الإمام الشافعي يطلبون أن يكتب له في أصول الفقه، فكتب له الرسالة. فكان يحيى بن سعيد القطان يقول: ما تركت سجدة إلا وأنا أدعو الله للشافعي، له علينا منا من أعظم المنن. وعبد الرحمن بن مهدي كان ما يجلس في السجود إلا أن يدعو للإمام الشافعي. وفاء
كان الإمام الشافعي وفاء للإمام مالك ما أخرج كتاب اختلاف مالك إلا بعد وفاة وفاء للإمام مالك. وإن قلنا بأن الوفاء لا ليس من الوفاء أن تكون مقلدا أعمى، أن تكون إمعة زينا للشيخ الذي تعتز به ويقول له فضل عليك، لا ليس هذا من الوفاء، بل والله هذا من عدم الوفاء، لأنك ستسقط قبل أن تسقط نفسك. لأنك عندما تقلده في كل ما يتكلم به من صواب أو من خطأ ستسقطه قبل أن تسقط نفسك. فالغرض المقصود كان وفاء، فما أخرج الإمام الشافعي كتاب اختلاف مالك إلا بعد ما مات مالك، وكان بعد ما مات مالك بعدما مات أخرج هذا الكتاب وفاء لهذا الإمام الجليل محمد بن حسن الشيباني. كان يترحم في مجالسه على الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، رضي الله عن الأئمة أئمتنا الكرام الذين جعل الله جل في علاه هذا الدين يصل إلينا يعني غضا طريا على أكتافهم، بعدما باعوا الغالي والثمين ودفعوا بأنفسهم من أجل الحرص على وصول هذا الدين لنا. فنحن الله جل في علاه ونسأل الله الرضا عنهم، ونسأل الله أن نجتمع بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ذلك أن ترى يعني الإمام شيخ الإسلام جميع وفاء لأئمة الإسلام، هذه الرسالة الماتعة التي أخرجها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا وفاء لأئمتنا. لذلك نحن اليوم على موعد مع الوفاء مع إمام من هؤلاء الأئمة الذين جعل الله شمس العلم تسطع بوجوده، وجعل الله جل في علاه صحوة العلم يكون هو سببا فيها، وأيضا هو من المجددين لهذه الأمة لأمر دينها، هو الإمام العلم المحدث أنا أراه الفقيه، هو الإمام الألباني. الإمام الألباني الذي عاش دهرا وأمدا يعمل من دين الله جل في علاه، ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عاداه كثير من المقلدة من السفهاء الذين لا يعرفون قدر ما هو فيه، عادوه جدا وحاربوه جدا ورموه بأقبح الألفاظ من أجل أنه ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السنة تخالف ما انتهجوه، تخالف ما ذهبوا إليه، ما قلدوه، فابتدأت الحرب الشعواء. لكن الآن أين هم وأين هو الآن؟ نحن نتردى عنه وندعو له ونسأل الله جل في علاه النفي له وأن نعرف له قدره، نسأل الله جل في علاه النفي له قدره. لذلك نحن اليوم في الكلام على الوفاء للإمام العلم الإمام الألباني بين الألباني والفقهاء. قلت فضلنا الله عليه في الدفاع عن الشيخ حديثيا في كتاب التعريف، وموجود الإخوة تستمع له إلى في النت، وأيضا طبع والإخوة أخذوا منه نسخ، أخذوا نسخ إنما قد شرف عيره، لا فيكم التدليس لا محالة. فالغرض هذا طرف من الرد على ممدوح سعيد، الغرض المقصود نحن الآن بصدد إبراز شخصية الإمام العلم الألباني كشخصية فقهية، وأن الرجل قد جمع الله له بين الفقه والحديث حقا، وإن كانت له شذوذات ما من عالم شريف مني إلا يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب القبر، لكننا كما قلنا في هذا المبحث نبين نبرز شخصية الإمام العلم الألباني، ونبين أنه ما خالف الفقهاء، وفي كل قول يأتي به ما يأتي به إلا على دليل، الرجل يمشي على دليل، وما يسيره إلا الدليل، وما يحركه إلا الدليل، يعمل بقول إمامنا إمام القيم إمام ابن القيم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة فليس بالتمويه، ما العلم أسبق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. اليوم إن شاء الله نتكلم على الاستطابة، نحن ما زلنا في طهارة الكلام، كلام الشيخ في أبواب الطهارة، ونبين هذا الكلام الذي يتبناه الشيخ ما أدلة هذا القول، وأيضا ما بينه وبين الفقهاء، لتعلم الدنيا أن هذا العالم الذي جدد الله به أمر هذا الدين كان فقيها كما كان محدثا، وإن غلب عليه الحديث لكن لا يصح أن تقول أنا أضع في مصاف المحدثين وأسلم، هذا بخسر الحقوق، بل الرجل عنده الملكة الفقهية لا سيما وأنه قد أتقن الأصول، ولا فقه بلا أصول، لا يمكن أن تلد فقيها مدققا محققا عنده الملكة الفقهية بلا أصول بحال من الأحوال. اليوم الكلام على الاستنجاء، حكم استقبال القبلة واستدبار القبلة ببول أو غائط، حكم استقبال القبلة أو استدبارها
ببول أو غائط. الشيخ اختيار الشيخ الألباني أنه يقول بأن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط لا يجوز بحال من الأحوال، لا في الفضاء ولا في الخلاء ولا في البنيان عموما. يقول لا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط، لا في الخلاء ولا في الفضاء ولا في البنيان. وهذه المسألة موجودة في الثمر المستطاب وهي موجودة في السلسلة الصحيحة. الشيخ الألباني يتبنى ذلك، يقول بأن المسألة مسألة استقبال القبلة أو استدبار القبلة هذا لا يجوز بحال من الأحوال سواء في البنيان أو في غير البنيان. عمدة ما يتمسك به، قلنا الرجل لا يتحرك إلا بهوى، وهو لما يتحرك بالهوى والوجه أعوذ بالله من الهوى، أو يعني أليس لنا أن نتأدب مع هذا الشيخ؟ لكننا نوقظ الإخوة، أقول ولا يتحرك إلا بدليل، لا يحكن رأسه إلا بأثر. وأما الأدلة تستدل بها فأدلة كثيرة كلها في الصحاح وأيضا في السنن. حديث أبي أيوب الأنصاري وهو حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا الخطاب لأهل المدينة، لكن هو قال لا تستقبلوا، لا ناهية كما سنبين كيف يستدل الشيخ أو نستدل الشيخ ببعض الأدلة الأخرى. لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر. قال إذا دخل أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر. وهذا من النبيين صلى الله عليه وسلم نهي صريح. وأيضا تدل على ذلك بحديث سلمان الفارسي قال رضي الله عنه وأرضاه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى وذكر كلمة قضاء الحاجة. قال ونهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. قال ونهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط. ما الفرق بين هذا الدليل والدليلين السابقين؟ ممتاز. الحديث الأول والحديث الثاني ذكر فيها الاستقبال والاستدبار، إنما هنا قال نهانا أن نستقبل القبلة. إذن هنا يتقاصر الأمر على عموم الحكم وهو النهي عن الاستقبال والاستدبار، لكن هو بيؤكد على أصل الحكم في النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط. ثم عضد ما تبناه بقاعدة عظيمة. هذه القاعدة هي فعل الصحابي بفهم الرواية التي رواها، لأن أبا أيوب رضي الله عنه وأرضاه لما دخل الشام وجد الكنف المراحيض تستقبل القبلة وتستدبر الشام أو العكس، فقال فكنا نستدير، يعني لا يبقى على هذا المقام، فكنا ننحرف نستدير أو ننحرف، كنا ننحرف ونستغفر الله، كنا ننحرف ونستغفر الله على ذلك. طبعا العلماء قد اختلفوا اختلافا عظيما لما يستغفر، استغفار لماذا؟ لكن لسنا بصدد شرح حديث، نحن نتكلم عن مسألة يتبناها الشيخ، فهذه الأدلة التي يستدل بها الشيخ عنده من النظر ما يعضد ويقوي هذا الباب. قال الأحاديث التي جاءت بلا لا تستقبله لا تستقبله، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم على الراجح عند الأصوليين. يبقى لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، لنا أن ننزع لا ونقول يحرم عليكم أن تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. أنتم معي؟ الحمد لله. لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. وأيضا من الأدلة التي تتعارض عنده بقاعدة كما قلنا الراوي أعلم بما روى، فإن أبا أيوب فعل ذلك على الإطلاق. أيضا القاعدة الأصولية يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، وقد جاءت الأدلة مطلقة لا تستقبلوا في بنيان أو غير بنيان، هذا على العموم هو الآن، ولو أراد التخصيص لخصص، مفهوم؟ هذا درء أي مخالفة له، أنه يقول أيبقى المطلق على إطلاق ويبقى العام على عمومي ما لم يخصص ما يأتي مخصص ولم يأتي مقيد. قال هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، لا تستقبلوها سواء في الصحراء أو في غير الصحراء، والتخصيص لم يرد، فلذلك قالوا المسألة على عمومها على إطلاقها، وهذا ما عند ما يتبناه الشيخ. فننظر هنا للفقهاء الذين تكلموا مثل هذا الكلام، نرى أنه قد وافق في ذلك رواية عن أحمد، رواية عن أحمد وهي التي قد رجحها شيخ الإسلام
وهي التي قد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا هذه الرواية العظيمة يعني نراها بأنه قد تبناها أبو هريرة وابن مسعود من الصحابة، فكل هؤلاء وافقهم الشيخ والحمد لله ولله الحمد، والمنة قد وافق هؤلاء العلماء. وأيضا ابن حزم قد قال بذلك أن التحريم مطلقا، وابن حزم هنا انظر إلى عدم التقليد، خرج عن مذهب الظاهرية. مذهب الظاهرية ليس كذلك، مذهب الظاهرية على خلاف ذلك، ومع ذلك أداء ابن حزم الظاهري قال لا يجوز استقبال أو استدبار القبلة على الإطلاق ببول أو غائط. هنا هذا هو المذهب، وننظر لأن عقد المقارنة بين الألباني وبين الفقهاء، فننظر الأقوال الأخرى، فنرى الشافعية يرون كما يرى الألباني بتحريم استقبال القبلة أو استقبال القبلة ببول أو بغائط، لكن الألباني يرى كما يرى رواية أحمد كما قلنا وترجيح شيخ الإسلام أن المسألة على العموم في البنيان وغير البنيان، لكن هنا الشافعي يقول التحريم وارد والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت، لذلك نحن نقول يحرم الاستقبال أو الاستدبار، لكن نفرق بين البنيان وغير البنيان، فإن كان في الصحراء فله أن يستقبل فليس له أن يستقبل أو يستدبر، وإن كان في البنيان يعني بينه وبين القبلة البنيان كالمراحيض التي يعني الآن عندنا أجلكم الله، فقال يجوز الاستقبال والاستدبار. قلنا وما أدلتك؟ قال الأدلة التي سبق وسردتها. قلنا أنت خصصت والأدلة على الإطلاق والعموم. قال وأما التخصيص فقد جاءنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته بين الابنتين، يقضي حاجته ويستقبل بيت المقدس الشام ويستدبر القبلة. فقالوا هنا يحكي لنا ابن عمر من فعل النبي أنه قد استدبر الكعبة وهو قد نهى عن الاستدبار، فلما نظرنا وجدنا أنه نهى عن الاستقبال والاستدبار، ثم بعد ذلك استقبل أو استدبر، ولما وجدنا النهي وجدناه نهيا عاما، وجدناه نهيا عاما نهى عن الاستقبال والاستدبار، إذن في الصحراء وفي غير أجيبوا معي في غير الصحراء. فلما جاء ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وحكى لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المسألة على التخصيص، لأن الإنسان قد استقبل واستدبر، أهو الآن استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة بفعله، لا يرد علينا ما قاله بعضهم وأن الفعل يكون خاصا بالنبي، إذ الأصل عدم التخصيص. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الأصل عدم التخصيص، لما كان الأمر على التخصيص قال وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، معي؟ إذن نقول لا تخصيص ولا يرد على ذلك التخصيص. قالوا يرد عليه أن السلام لم يعلم، قلنا وإن كان لا يعلم فالله يعلم، ويعلم أن ابن عمر سينشر ذلك بين الناس والأمر على التشريع، فلا يصح أن يقال بأنه لا يعلم فتكون علة للتخصيص. وقالوا أيضا قد ورد عن جابر في السنن أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول عن استقبال أو استدبار القبلة ببول أو بغائط، فرأيته قبل أن يموت بشهر أو بعام، رأيته قبل أن يموت يبول يستقبل القبلة، يبول يستقبل القبلة. قالوا هذا من فعل من كلام جابر نحمله على البنيان، نحمله على البنيان جمعا بين الأدلة، هذا الذي قاله الشافعية. هذا مسلك من مسالك العلماء، قالوا بالتحريم لكنه بتحريم جزئي لا تحريم كلي. الذين قالوا بالتحريم الكلي قالوا سواء في البنيان أو في غير البنيان. الشافعي قال التحريم ليس بالكلي ولكن جزئي. كيف؟ قالوا نفرق بين البنيان وغير البنيان. بعض العلماء قال نحن نختلف معكم، المسألة على الجواز مطلقا، على الجواز مطلقا، وحكم النهي وإن قلنا به فإنه منسوخ، وحكم النهي وإن قلنا به فإنه منسوخ. قلنا من أين أتيتم بهذا؟ قالوا أتينا به من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أو من فعل نبينا، هو قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا، ثم استقبل واستدبر، ثم استقبل واستدبر. أما في حديث جابر فقد استقبل، وأما في حديث ابن عمر فقد
استدبر. يبقى إذن عندنا استقبل واستدبر وخذناها عن الاستقبال والاستدبار، فهذا النهي منسوخ، فهذا النهي منسوخ، لا سيما وأن حديث جابر يدل على أنه متأخر. حديث جابر الدلالة واضحة على أنه متأخر. هذا بالنسبة للقول هذا قال به ربيع الرأي، وقال به داود الظاهري قال بالجواز مطلقا، وبعضهم قالوا نحن نقول بالتفريق كما قال الشافعي بالتفريق، ولكن تفريقنا غير تفريق الشافعي. قلنا كيف؟ قالوا نقول بأننا نفرق بين الاستدبار وبين الاستقبال، نفرق بين الاستدبار وبين الاستقبال. وهذا قول محمد بن يوسف أو قول أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، قال نفرق بين الاستدبار والاستقبال. فحديث ابن عمر دل على جواز الاستدبار، حديث ابن عمر دل على جواز الاستدبار، ويبقى الاستقبال على أصل النهي، لأن الرسول قال لا تشرق لا لا لا, لا تستقبل القبلة بالبر ولا غائط، قال ولكن شرقوا أو غربوا. فقالوا بقي النهي هنا عن أمرين استقبال واستدبار. فلما رأينا أن ابن عمر وصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس، قلنا إذا نقول بأن النهي ينصب على الاستقبال لا على الاستدبار. فهمتم؟ تفريق آخر الآن يدرون مع الأدلة، لكن غاب عنهم بأن جابر قال بأن النبي قد استكبر، لذلك نعد هذا القول من الضعف بمكان أيضا كقول ربيعة الرأي. القول الأخير هو قول الأحناف، وهو رواية عن أحمد، قالها بعض المحققون عنده في المذهب، قالوا الأمر على الكراهة، الأمر على الكراهة، يعني النهي الذي ورد لا تستقبله ولا تستدبره على الكراهة. قلنا كيف؟ قالوا هو قال لا تستقبله ولا تستدبره، وهذا النهي للتحريم، لكن جاءنا الصارف من التحريم إلى الكراهة. قلنا ما الصارف؟ قال حديث جابر استقبل قبل أن يموت القبلة ببول، وحديث ابن عمر استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة يقضي حاجته. فإذا ورد الفعل عن سلم بالاستقبال والاستدبار والقول على الاستقبال والاستدبار النهي على الاستقبال والاستدبار، فالفعل صرف القول من التحريم إلى الكراهة، وهذا من أقوى الأقوال، هذا من أقوى الأقوال. إذن يتحصل لنا هذه الأقوال الخمسة يتحصل لنا خمسة أقوال. والحق أن نقول القوة في هذه الأقوال في قول الشيخ الألباني أو قول الشافعي أو قول الأحناف، ها القوة هنا في هذا تنحصر القوة في الأقوال الثلاثة، ممن جمع بين الدليلين وقال بالكراهة، وهذا من أوجه الأقوال، من أوجه الأقوال. وأيضا من قال بالتحريم الجزئي والنسخ لبعضه أو الصرف لبعضه، ومن قال بالتحريم مطلقا، هذه هي القوة. أما الذين قالوا بالتحريم مطلقا وهو قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لهم أن يعترضوا على كل من خالف الباب. قالوا أنتم الآن تخالفوننا فيما تبنينا بماذا؟ فأجابوا وقالوا كريم، هو أنا أريد تقول لي هم عارضوه بالفعل، فلذلك قال لهم أنتم تعارضونني بالفعل، أنا أستدل بالقول وأنتم تستدلون بالفعل. ففرض إيش المعارضة، فقال والقول أقوى من الفعل فيقدم. وأيضا على ما قال أخونا كريم في الأمر الثاني، قال وحديثي حاضر وحديثكم مبيح ويقدم في القاعدة المتفق عليها بيننا، الحاضر يقدم على المبيح من باب الحيطة للعبادة. فنقول هذا كلام متين لكن فيه بعض النظر. لما؟ لأننا عندنا قاعدة تقدم على هذه القاعدة، وهي إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. والحق بأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأن مسألة استقبال أو استدبار القبلة فإنها على البنيان تصح، وعلى غير البنيان في الصحراء لا تصح، يحرم بذلك. أقوى الأقوال في من قال التحريم مطلقا ومن قال بالتحريم جزئيا لا كليا، ويلي بعد ذلك في المرتبة من قال بالكراهة. لكن من قال بالكراهة هو قد جرح لنا الأصل في النهي، والأصل في النهي التحريم، ونحن قد نبقي على النهي على ما هو عليه لكن في دائرته، وبعد ذلك نقول بالإباحة في دائرة أخرى غير دائرة
النهي هذا الأقرب إلى الصواب، لكن وقف الألباني أو وقف من يقول بقول الألباني وقالوا لا كشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لا وإن نفدتم، قل وإن مررتم من قولنا الحاضر يقدم على المبيح والقول يقدم على الفعل، وقلت أعمال الدليلين، لكن عندنا الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، قلنا الكفة متعادلة ما عندكم عندنا، فيبقى لنا أن نقول إعمال الدليلين يقدم، صحيح ولا لا؟ ما عندكم عندنا، إيش ما عندكم عندنا؟ عندكم فعل أبي أيوب وهو أعلم بما روى، عندنا فعل من؟ ابن عمر، ابن عمر، ذلك نافع لما سئل ابن عمر يصلي في الصحراء عندما يعني جعل البعير أمامه يقضي حاجته وجعل البعير ساترا، فقالوا ألم ينهى نسلم عن ذلك؟ قال ذلك في الفضاء في الخلاء، ذلك في الفضاء في الخلاء. لكن الشافعية حلله تعليلا صراحة يقال بأنه عليم، قالوا حتى لا ينظر الجن إلى عورات بني آدم، والصحيح أن حجاب ما بين عوراتك وبين الجن هو التسمية لا البنيان، التسمية لا البنيان، فالصحيح الراجح بذلك أن نقول عندكم ما عندكم عندنا، وهو الراوي أعلم بما روى، فابن عمر روى فعل النبي وهو أعلم بهذا التشريع، لذلك فرق بين البنيان وبين الصحراء، وهذا الأوفى، وقد نقول بقول الألباني أنه الراجح، إنه الراجح، ومع ذلك الخلاف في ذلك يسير، وهذه دلالة على فقه هذا الرجل وأنه لا يتحرك إلا بدليل. أيضا من ذلك وجدنا عنده مسألة تكلم فيها، وهي مسألة استقبال القمر حال قضاء الحاجة، هو ورد طبعا في حديث ضعيف النهي عن استقبال النيران، وهذا حديث لم يصح، هذا حديث لم يصح، لذلك في الضعيفة حديث 52 في الضعيفة قال يجوز الاستقبال، قال بجواز استقبالهما واستدبارهما حال قضاء الحاجة، لأن الحديث حديث لا تستقبل النيران حديث ضعيف، وهو مخالف لأصل حديث لا تستقبل القبلة ببول ولا بغائط، فهو في هذا الباب أنك لابد أن تستقبل الشمس أو تستدبر الشمس أو تستقبل القمر أو تستدبره، الغرض المقصود بأن هذا على الجواز، وهذا باتفاق العلماء، وإن أطلق بعض الفقهاء في فروع المذاهب من أتباع أصول المذاهب قالوا بالكراهة لحديث النهي عن استقبال النيرين، وهذا حديث ضعيف لم يصح، والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، والحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا هذه المسائل المهمة جدا هي مسألة البول قائما، مسألة البول قائما أيضا تكلم بها الشيخ كما في الضعيفة في بعض الأحاديث التي جاءت عن السلام، يعني كان قد بال قائما من أجل إيش المرض في بطنه عند الركبة، وهذه زيادة ضعيفة. قال الإمام الألباني اختار الألباني أن الصواب جواز البول قاعدا أو قائما، المهم أن يأمن المرء المكلف من الرشاش، يأمن المرء المكلف من الرشاش والرذاذ، فبأيهما فعل لا شيء عليه. هنا الشيخ يرى جواز البول قائما أو قاعدا، يعني سوى بين الأمرين، لكن الحق أنك لو دققت النظر في قوله أو في اختياره هو سوى نعم بين الأمرين، لكن اشترط وقيد، قال إن أمن إيش الرشاش والرذاذ، هذا يميل لقول المالكية كما سنبين. عمتا في الجملة قول الشيخ واختيار الشيخ هو اختيار الأئمة الأربعة باتفاق الأئمة الأربعة بأنه يجوز للمرء أن يبول قائما أو يبول قاعدا، يجوز للمرء أن يبول قائما أو يبول قاعدا، والخلاف بينهم خلاف جزئي، لأنهم هنا يختلفون في أيهما أفضل أن يبول قائما أم يبول قاعدا، على أنهم اتفقوا أنه لو غلب على ظني ولم يأمن أو رد غلب على ظني رد الرذاذ ولم يأمن الرشاش فإنه لابد أن يكون قائما حتى يعني يدخل بين يدي ربي جل وعلا في الصلاة على طهارة. الذي حملهم على ذلك أدلة كثيرة جاءت بالنهي عن البول قائما، وأدلة أيضا جاءت بأن الإنسان قد بال قائما، أما النهي عن البول قائما فقد ورد في حديث شتى، حديث عمر وحديث ابن مسعود وحديث أيضا أبي ذر جاء في النهي على عن البول قائما، والحق أن جل هذه الأحاديث ضعيفة، لولا أنه في بعض الروايات عن أبي ذر جاءت رواية مستحسنة
سندها مقارب، وجاءت أيضا أسانيد موقوفة على النهي. الحديث الأول أن عمر كما سنة داود أن عمر رضي الله عنه أرضاه بال قائما، قال: ومر علي النبي صلى الله عليه وسلم فلامه فقال: لا تبل قائما. قال: فما بلت قائما منذ أن هاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عامة الأحاديث التي وردت في البول قائما هي أحاديث ضعيفة. طيب الثاني عن ابن مسعود، هو روى جاء هذا الحديث موقوفا صحيح، ولكن الضعف في الرفع، جاء موقوفا صحيح أن ابن مسعود قال: الجفاء من الجفاء أربع من الجفاء أو من الجفاء أربع، وذكر منها البول قائما، وذكر منها البول قائما. والنص جاء عن أبي ذر أيضا كما قلنا بسند مستحسن، أيضا نهى النساء عن البول وقال هو من الجفاء. فهذه أدلة تدل على تحريم البول قائما. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في السنن أنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ويعني أخطأ. هنا المعنى بمعنى إيش؟ أخطأ. قالت: ما بال إلا قاعدا يبول كما تبول النساء. قال: ما بال إلا قاعدا، وهذا حصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة جاءت فيها النهي عن البول قائما، وقد جاءت طائفة من الأدلة تثبت البول قائما، فقد ورد بالسند الصحيح عن ابن مسعود أنه بال قائما، وورد أيضا عن عمر أنه بال قائما، وورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يبدون الحاجة على حالة كونهم قائمين. وأيضا قد ورد في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة وأيضا عن حذيفة بن اليمان: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. لما بال سلم قائما دلالة على الجواز. هنا الشافعي يقول: نعم نحن نقول بالجواز، ولكن نقول المستحسن أن يبول في كل أحواله إيش؟ قاعدا. وهذا قول الأئمة الأربعة، قالوا المستحسن أن يبول قاعدا كما تبول النساء. وحوروا أو قل أولوا صراحة بالتكلف غير مرضي هذه الأحاديث التي وردت بأن سلم يعني بال قائما، حولوا وجهوها توجيهات كثيرة. من أولا تضعيف الأحاديث التي جاءت في النهي عن بول قائما، هذه يعني اعتمدوا بعض الأحاديث فيها وقالوا الذي ثبت منها ثبت منها لعلة. فأبو هريرة عندما قال بالنا سلم قائما قالوا لمرض ببطن عند الركبة، عنده مرض هو الذي جعله يبول قائما، إذا الحاجة هي التي دعته للبول قائما. وقال الشافعي كان عند سلم عنده بعض الأمراض التي يستشفى بها بالبول قائما، يستشفى بها بالبول قائما، فقالوا هذا أيضا استشفاء، يبقى لحاجة وليس الأمر على الجواز. وأما بالنسبة لسباطة القوم لما جاء وبال قائما، قالوا لأن السباطة كانت على علوم، لو جلس النبي لتكشف أو لعاد عليه الرذاذ، وإحنا قلنا باتفاق إذا غلب على ظني أن الرشاش سيرجع عليه فلا يفعل. وذلك كثير من سامحوني مواضع قضاء الحاجة في كثير من الحمامات التي عندنا لا يأمن المرء على نفسه فيه حقا، يعني أنا كدت أقول يكره أن يبول في مثل هذه المواضع لأنها صلبة، وأيضا لا يأمن أن يرد الرزاز على ثيابه فيمنعه من الصلاة. فالغرض المقصود قالوا إذا كانت على علوم ويمكن أن تكشف العورة أو يرد الرزاز على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذه من توجيهات متكلفة، هذه توجيهات متكلفة، صحيح لأن الإنسان قد بال قائما وبال قاعدا. وإن كنا نقول غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا، غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا. والإمام مالك يعني خرج عن الأئمة وقال: نحن نفرق بين الأرض الرخوة والأرض الصلبة، نحن نفرق بين الأرض الرخوة والأرض الصلبة، إن كانت صلبة فيكره البول قائما، يكره البول قائما، وإن كانت رخوة يستحسن إن بال قاعدا وإن بال قائما جاز له ذلك. ولعل هذا القول هو الأدق، وهو الذي مال إليه الألباني، هو الذي أشار إليه، قال بجواز البول قائما وقاعدا، قال إن أمن الرشاش أو الرذاذ. وهذا الحق، وهذا قول مالك أنه فرق بين الأرض الصلبة والرخوة، وهذا التفريق له أثر لترى دقة نظر الإمام مالك. والأثر قد جاء عن من؟ عن نبينا في حديث حذيفة أنه قال: أتى سباطة قوم. إيش السباطة؟ أجلكم الله
الكنسات الزبالات. فهي رخوة. فلذلك قالوا إن كانت رخوة له أن يبول قائما، وإلا فلا يبول قائما ويبول قاعدا إن كانت الأرض صلبة، حفاظا على طهارة الثوب لصحة الصلاة. هذه بالنسبة للمسألة الثانية، وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة البول قائما. ثم أيضا انتقل الإمام الألباني، انتقل إلى مسألة أخرى للإمام الألباني يتبنى الباب أو يتبنى قولا فيها، وهي حكم الكلام في الخلاء، حكم الكلام حالة كونه قاضيا لحاجته. قال الإمام الألباني: يجوز الكلام على الخلاء، وأما التحدث مع النظر للعورة فهو حرام. وأما التحدث بالنظر للعورة فهو حرام. يا له من عالم جليل، المسألة فيها دقة نظر. هو قال يجوز الكلام عند الخلاء، طيب، خالف بذلك جماهير أهل العلم كما سنبين. ثم قال: والتحدث مع النظر إلى العورة حرام. هذه أنا أريد هذه الجزئية لأثبت لك كيف أن الألباني له ما له من الملكة الفقهية، لأن المسألة معتمدة على حديث ضعيف، لكن هو يمررها على أساس أنه يستأنس في مثل هذا في الأداب، من باب الأداب. يمكن أن نتساهل في باب الأسانيد، باب الأداب، وإن كان يدخلها الأحكام الآن، لكن كما قلت الأمر في ذلك يسير. مسألة الكلام على قضاء الحاجة، أقول إخوتي الكرام، الكلام على قضاء الحاجة على صنفين، على قسمين: كلام فيه من ذكر الله وذكر الرسول والصلاة عليه وحمد الله بعد العطس، ففيه ذكر الله جل في علاه، وكلام هو كلام للحاجة أو لغير الحاجة، كلام من كلام الناس. أما القسم الأول فقولا واحدا عند الجماهير باتفاق يحرم الكلام، وإن كان الشافعي فروع المذاهب من الجمهور من الفقهاء حنابلة أحناف يقولون بالكراهة ولا يقولون بالتحريم، والمحققون فقهاء المحدثين يقولون بالتحريم، وهذا الأوفق وهذا الأسد وهذا الأصح. ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول كما في مسند أحمد، فمر عليه الرجل فسلم عليه فلم يرد عليه، فأسقط الواجب من أجل التلبس بالنجاسة. وأنت إذا تلبست بالنجاسة لابد أن تستدعي قول الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقار. فلا يجوز ذكر الله جل وعلا. وإن قلنا بترديد الأذان إذا أذن المؤذن والمرء يقضي حاجته، لا نقول إذا قلنا بترديد الأذان واستحباب ذلك يكون إيش؟ بداخلة القلب لا باللسان، لا يتلفظ بها. هذا القسم الأول، لأن القسم الأول ما كان فيه من ذكر الله جل وعلا لا يجوز. ونحن نحمل كلام الشيخ بيجوز الكلام على الخلاء على الصنف الثاني، القسم الثاني. لا يتصور في الشيخ الألباني أنه يقول بجواز ذكر الله في الخلاء، وإن كان البعض فهم منه ذلك بأنه ممكن يتكلم في الخلاء. وأيضا هذا فهم خطأ، لأنه يقصد بأن الخلاء الذي يمنع فيه ذكر الله هو إيش؟ موضع القضاء. أنت حتى لو دخلت دائرة الكنيس الكنف أو المراحيض لك أن تتكلم، ويقول بذلك لأنه ليس موضع لإيش؟ قضاء الحاجة. عند الموضع هو الذي لا تذكر فيه الله جل في علاه، لأنه قال بأن المسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فإن كان الحديث هذا سيدنا أبو داود في كلام في إسنادي حسنه كثير من العلماء بأنه قال إذن الموضع هو الموضع المحظور فيه هذا الكلام. فإذا دخل وأراد أن يتوضأ أو يسمي الله له أن يسمي الله داخل الحمامات، وهذا صراحة يعني في الصدر منه شيء، لكن لا إنكار، والخلاف في ذلك معتبر، أنه يرى بأن عدم ذكر الله حالة كونه قادر للحاجة، أو الموضع الذي يقضى فيه الحاجة الذي يتلبس بالنجاسة، الذي يتلبس بالنجاسة، وإلا فالاتفاق في الصحراء، الموضع الذي يقضي فيه الحاجة بجانبه، بشبه، له أن يذكر الله جل وعلا، صحيح ولا لا؟ أن يبتعد عن النجاسة فقط. فالغرض المقصود قد فهم فهما خطأ في ذلك. عامة هو يوافق الأئمة الأعلام بأنه يحرم ذكر الله جل في علاه حالة كونه قاضيا للحاجة. ثم الكلام في القسم الثاني، كلام من كلام الناس، كلام لك فيه حاجة، كأن تقول يا أم الأولاد ائتني بالإيش؟ بالمنشفة، أو ائتني بشيء، أو افتح الباب ما أستطيع أفتح، يجوز ذلك باتفاق. كلام لك فيه حاجة يجوز ذلك باتفاق العلماء. إذن الشيخ أيضا وافق العلماء في ذلك في قسمين أو الآن، يجوز ذلك لا شيء فيه. كلام هذا الكلام ليس لك فيه حاجة، مطلق التحدث، فالشيخ يقول يجوز.
يجوز حتى لو كان بجانبه رجل حمام بجانب حمام، والرجل يريد أن يخرج لسفرة أو لشيء يكلم الآخر له أن يكلمه. صارت المسألة يعني تسلية، يعني بيتصلفوا في مواضع لا يصح الكلام فيها. عامة الشيخ يقول بالجواز، لكنه يمنع بإيش؟ بشرط آخر، كأنه قال وهنا محض هنا الكلام الذي يريد أن نبرز به شخصية الشيخ الفقهي، لأن الحديث الذي جاء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه لا يخرج الرجلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتين يتحدثان، فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك. هو ينظر هذا الحديث لما صح، لكن نقول لو نظرنا في الحديث فالحديث له حكم، الله يمقت على ذلك. طب هذا المقت لما؟ ما السبب؟ ما الداعي له؟ ما العلة؟ قلنا يخرج يضرب الغائط كاشف يتحدث، يبقى ذكر الحكم بإيه؟ بعلتين، ذكر الحكم بعلتين، أن يكون كاشفا للعورة وأن يكون متحدثا حالة كونه كاشفا، لأنه لو تحدث وهو كاشف العورة والآخر تحدث وهو كاشف العورة سيلفت انتباه الأول لينظر إلى عورته، أو يلفت انتباه الثاني لينظر إلى عورته، كأنه يقول المحور في المسألة هو النظر إلى عورات المسلمين. قال بأنه قال أما التحدث مع النظر إلى العورة فهذا لا يجوز. هذا قالوا طبعا بقى صديق حسن كان وغير هؤلاء من المعاصرين، قالوا بذلك. والشيخ الألباني يقول إذن الحكم مركب من إيش؟ من علتين، أن يتحدث حالة كونه ناظرا إلى العورة أو كاشفا للعورة، فهذا الذي يحرم فيه الكلام. وأما العلماء فقالوا في الكلام الذي لا حاجة فيه قالوا يكره هذا الكلام لنص الحديث، والحديث لم يصح بحال. إذن نقول الكلام يجوز للحاجة، وأما إن لم يكن الحاجة فلا يجوز للوضع الذي يكون فيه الإنسان، لأنه ممكن يشمئز الإنسان من سمع صوت، من رؤية شيء، من غير ذلك من الأمور التي يتأذى منها ابن آدم. فلذلك قلنا بالكراهة في هذا، والتفصيل هذا تفصيل بديع للشيخ الألباني. وافق العلماء في مسألة التحريم كان فيه من ذكر الله جل في علاه، وافق العلماء في الكراهة كراهة الكلام إذا كانت المسألة على نظر في النظر إلى العورة مع الكلام، لكنه زادهم إيش؟ حكما. هم قالوا بالكراهة وهو قال بالتحريم، والحق معه، الحق معه على الفقهاء، والمحققون من فقهاء المحدثين قالوا بالحرمة أيضا، لأنه قد ورد الدليل المستقل على حرمة النظر إلى العورة. طب الكلام مالنا ومال النظر إلى العورة؟ والكلام ماله ومال هذا عشان تحرم الكلام؟ ممتاز، والله ليتك خرجت من اللغة ودخلت في الفقه، لكن جيد، جيد جدا. نعم، هو وسيلة، الوسيلة إلى النظر إلى العورة بالكلام، التحدث إلى الرجل كاشف عورته، فهو قد نظر، هذه وسيلة، وجاء نسلم بحسم المادة وسد الزريعة. لذلك قلنا بحرمة الكلام حالة كونه كشفا للعورة ناظرا إلى عورة غيره، هذا الذي يصح. وكلام الإمام الألباني من أقوى الأقوال، وهذا كان كما قلنا وفاء للشيخ الألباني في بعض المسائل. يبقى لنا مسألتان حتى لا نطيب برضه الإخوة ويأخذ حظ الثاني، المسألة ما سنفتح الآن في الاقتصاد الإسلامي وفيه ما فيه من الكلام المهم. وإن أنا ما زلت في هذا الأسبوع فقط أمهد حتى يتحمل الإخوة ما ندخل فيه. إذن يبقى مسألتان في مسألة الطهارة هنا قبل أن ندخل في الوضوء. المسألة الأولى الكلام على الاستنجاء بالأحجار، وأيضا عدد الأحجار، وهل العدد واجب أم لا، هذا الذي سنبينه إن شاء الله مع الشيخ الأسبوع القادم، حتى يعني تنفرج المسألة، والله يفرج علينا مما نحن فيه. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.